64 اجراء ممكن مش قدامي تو، لكن نقول لك اهم اهم اولا معناها احنا ما سكرناش الباب، قلنا باش نتفاوضوا مع شركات البترول، وثم رخص نتاع بترول ما كان اعطيت، ونحن ملتزمين بتطبيق ذلك الاتفاق الذي ينص على تشغيل حد الى حد 70% من على الاقل من ابناء الجهه. ثم هناك العديد من المشاريع التي تم اعلن عليها سيد رئيس الحكومه، مثل معناها تركيز يعني شو يقولوا هي وحده او محطه لتوليد الطاقه الفوتوفولتايك بقيمه 125 مليون دينار، يعني طاقه شمسيه 125 مليون. قداش تخدم الوحده هذه؟ 400 معناها في حدود اي سنه؟ موت شغل يعني سنه 17 و18 قلنا. ثم هناك لوتوروت اللي قلنا فعلا وهذا شيء مهم جدا، لانه هذا مش يعطي حراك اقتصادي مهم جدا، لوتوروت اللي توصل لتطاوين. ثم وحده الغاز هذه اللي ظلت معطله من 2012 قلنا زاد كذلك يتم تركيزها، وهذه تاع 400 مليون دينار يبدا العمل على انجازها. ثم الواحات، الواحه جديده اللي مش معناها كانت مقرره على اساسه انه بعث واحه في 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 تطاوين على املاك الدوله، ثم تقسيم قداش الاف الهكتارات التي كانت ستقسم على المواطنين هناك، اضافه الى التطهير، الى دار الخدمات، الى غير ذلك. 64 اجراء هي كانت معناها كلها تندرج. هل ثم مشكلة زادة متاع اقتناع الناس بهذه الإجراءات، أو مشكلة اتصالية أو قنوات حوار ما نجمتش تفسر كما ينبغي هذه الإجراءات؟ لأنه هما كي تشوفهم المعتصمين يقول لك احنا نحب التشغيل، نحب نشتغلوا. يعني كان تقول له هاو 64 إجراء باش تخدم 400 غادي 500 غادي، هاو استثمار بكذا، ما نظنش أنه أي إنسان عاقل يجي ضد إجراءات كما هكا. أنا نقول لك يعني احنا كما قلت لك تحاورنا معهم، كان مش قلت الممثلين هذا ما عبر عنه ممثلو المعتصمين، نحن نريد 2000 موطن شغل فورا من غدوه نبداو، و10000 على قائمه الانتظار هذوك تو نشوفوا هذاك الشركه اللي احنا عليها زاد رئيس الحكومه نتاع الغراسه اللي تشغل 500 أيوة. وكذلك القروض الصغيره والمتوسطه هذه زاد كيف كيف، هذا كله نشوفوه بعد، وقضايا التنميه نشوفوها بعد. تو تعطينا 2000 موطن عمل شغل وفي البترول طبعا لما